السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. اللي طلب من عندي أسئلة قواعد للصف الخامس ابتدائي، هذه نموذج أسئلة راح نقراها ونحلها سوا وإن شاء الله تستفادون منها. الإنشاء: اكتب في أحد الموضوعين، أولا عمل أعجبني وثانيا ضيوف المدرسة، تختارون واحد منهم. هسه نجي إلى أسئلة القواعد. السؤال الأول: هات الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر من الأسماء الآتية. الذهاب: الفعل الماضي هو ذهب، الفعل المضارع يذهب، الفعل الأمر اذهب. الشرب: الصير شرب، يشرب اشرب. القراءة: الصير قرأ، يقرأ اقرأ. فرع باء: استخرج اسم كان وأخواتها وخبرها وبين علامة إعراب كل منهما. أولا: صار العنب زبيبا. هنا الفعل كانوا أخواتها هو صار، اسمها هو العنب، العنب هي اسمها. زين، شنو علامته؟ علامته هي الضمة، علامته الضمة. ليش؟ لأن صار ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فهنا العلامة هي الضمة. أما زبيبا هي خبر صار، خبر صار، وعلامة إعرابه هي الفتحة، لأن صار من تدخل على المبتدأ والخبر ترفع الأول المبتدأ وتنصب الخبر. زين، ليس التعلم صعبا. هنا اسم ليس هو التعلم، علامة إعرابه الضمة، وخبر ليس هو صعبا وعلامة إعرابه الفتحة. السؤال الثاني: أليف أنثى الفاعل في الجمل التالية وغير ما يلزم تغييره. هنا منطيني الجملة مذكرة نحولها إلى مؤنث. شون؟ هنا عندنا الفاعل هو مذكر، يقول هنا أنثى الفاعل، هنا من نحوله إلى مؤنث الفعل راح يتغير. هنا الجملة: خطط المهندس المشروع. زين، من نحولها الفاعل إلى مؤنث المهندسة، فهنا الفعل بما أنه هو فعل ماضي من نحوله إلى مؤنث راح نضيف له تاء التأنيث الساكنة، راح تصير خططت المهندسة المشروع. ثانيا: يعمل العامل بجد ونشاط. هنا عندنا الفاعل هو مذكر، من نحوله الى مؤنث تصير العامله، فهنا يعمل راح يتحول، هنا الياء تتحول الى تاء تصير تعمل العامله بجد ونشاط. فرع باء: استخرج المبتدا والخبر من الجمل التاليه ثم بين علامه رفع كل منهما. اولا: الشجاعه هيبه. المبتدا هو اللي يبتدئ به الجملة، الاسم اللي تكون في بداية الجملة هو المبتدأ وبعدها الخبر. إذن المبتدأ الشجاعة وعلامة رفعه الضمة، والخبر هو هيبة وعلامة رفعه الضمة. ثانيا: الثمار ناضجة. الثمار مبتدأ وناضجة خبر وعلامة رفعهما الضمة. العدل أساس الملك. العدل هو المبتدأ وأساسه هو الخبر وعلامة رفعهما الضمة. سؤال الثالث: أليف أجب عن ثلاثة مما يلي. أولا: أكد الجمل التالية. من يقول أكد؟ يعني هنا شنو نضع حرف يفيد التوكيد؟ شنو الحرف اللي يفيد التوكيد؟ هو إن، فهنا إن وكأن من تدخل على الجملة الإسمية شنو راح تسوي؟ راح تنصب المبتدأ وترفع الخبر، راح يصير إن الادخارة، يعني هاي الضمة تحول إلى فتحة لأن راح تنصب المبتدأ، تصير إن الادخارة نافع. نقطة ثانية: يبذر الفلاح الحب، فراق يحصد الزرع. هنا شنو المطلوب؟ ضع حرف عطف ملائم للجملة. حروف العطف هي الواو والفاء وثم. هنا شنو نضع؟ هنا نضع الحرف العطف هو ثم. ثم ليش؟ لأن ثم يفيد الترتيب مع التراخي في الزمن، لأن بين ما يبذر الفلاح الحب ورا فترة زمنية يلا راح يحصد الزرع، فهنا الحرف العطف هو ثم، لأن بعد فترة زمنية يلا يحصد الزرع. النقطة الثالثة: اجمع الأسماء التالية ثم بين نوع الجمع. المعلمة من نجمعها تصير المعلمات، والمعلمات هو جمع مؤنث سالم. والصادق تصير الصادقون، الصادقون هو جمع مذكر سالم. صار واضح؟ النقطة الرابعة: أعرب ما يأتي. انتصر العراق على الإرهاب. انتصر هو فعل ماضي مبني على الفتح.
العراق وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره على حرف جار، والإرهابي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. زين. سؤال الرابع أليف، استخرج المثنى من الجمل التالية واذكر مفرده وعلامة إعرابه. إن القصتين مفيدتان. هنا وين المثنى؟ القصتين ومفيدتان هي المثنى. مفرد القصتين هي قصة، ومفرد مفيدتان هو مفيد. زين. هنا علامة إعراب يريدها، علامة إعراب القصتين هي الياء، لأن هنا عندنا منصوبة إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فهنا منصوبة بالياء لأنه مثنى، وهنا عندنا مفيدتان مرفوعة بالألف لأنه مثنى. ثانيا، كان الشاعران مبدعين في مهرجان المربد. هنا وين المثنى؟ الشاعران ومبدعين. مفرد الشاعران هو شاعر، ومفرد مبدعين هو مبدع. الشاعران هنا عندنا مرفوع، مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومبدعين منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. لأن كان من تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. زين. باء، رتب الكلمات التالية بحيث تصبح جملة فعلية مفيدة واضبطها بالشكل. الجملة الفعلية تبدأ بفعل، تبدأ بفعل، بعدين وراها الفاعل وبعدين مفعول به. زين. هنا عندنا المريض فحص الطبيب. شلون نرتبها بحيث تصبح جملة فعلية؟ أول شيء نخلي الفعل اللي هو فحص. فحص طبعاً نضبطها بالشكل. فحص هنا نخلي عليها فتحة لأن فحص هو فعل ماضي مبني على الفتح. من الذي فحص؟ الطبيب. إذن الطبيب هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظهر على آخره. والمريضة هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صار واضح؟ إذن تصير فحص الطبيب المريضة. زين. هنا عندنا الخط، اكتب العبارة التالية بخط واضح وجميل 5 مرات فقط. خير جليس في الزمان كتاب. هذه الأسئلة إن شاء الله تستفادون من عدها، وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.